بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا الوحدة الثانية أول درس فيها اسمه صور الطاقة وتحولاتها. طب نعرف الأول يعني إيه الطاقة؟ قال لك الطاقة هي القدرة على بذل الشغل. يعني إيه برضو طاقة؟ ما فهمتش يعني إيه القدرة على بذل الشغل. قال يعني مثلا عندي السيارة، السيارة مش هتمشي من غير إيه؟ من غير البنزين. طب البنزين ده هو اللي بيديها الطاقة اللي هي تمشي. مثلا أنت ذات نفسك، أنت من غير الغذاء، من غير الأكل اللي أنت هتاكله، تبقى ما عندكش طاقة إن أنت تعمل أي مجهود، تجري، تلعب. يبقى الطاقة هنا دي قدرتي ان انا اعمل اي مجهود او اي شغل ايا كان، تمام؟ حتى مثلا مروحة في البيت، مروحة عايزها تتحرك، لازم يبقى في طاقة كهربية، تمام؟ فده موضوع درسنا النهاردة، نعرف الطاقة او صور الطاقة المختلفة ونتعرف عليها مع بعض، وهل ينفع احولها من صورة لصورة اخرى ولا لا. يعني مثلا الطاقة الكهربية اقدر احولها لطاقة حركية كمثال مثلا ولا لا. طب الاول تعالى نعرف صور الطاقة. صور الطاقة عندي كتير قوي، ناخدوا بعضها. مثلا عندي زي طاقة الوضع. ايه طاقة الوضع دي؟ قال لك الطاقة المختزنة في زنبورك لعب الاطفال او في سيارة. يعني مثلا في العاب تبقى زي بزنبلك كده، انا املى الزنبلك ده، احنا بنقول عليه زنبورك، بملى الزنبورك دوت وبعد كده سيبها تبدأ تتحرك، يبقى دي طاقة الوضع. طاقة الوضع دي طاقة انا بمسكها او 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 او, أو بحسها في ان انا مثلا عندي قلم اهو، لو انا حطيته كده القلم ده اخد طاقه وضع، هيفضل ساكن في مكانه او فاضل، هيفضل في مكانه لغايه لما حد يجي يحركه، هو انا كده حركته تاني. يبقى طاقه الوضع دي طاقه بمجرد ما انا اخزنها في الزنبرك بتاع لعب الاطفال ممكن احولها لطاقه حركه. طيب عندي الطاقه الضوئيه، طبعا كلنا عارفين الطاقه الضوئيه، مثلا مصباح في الشمس، كل دي الطاقه انا اقدر اشوفها وندرسها بالتفصيل ان شاء الله في سنه خمسه. طب الطاقة الحركية، قال لك الطاقة التي تنتجها المروحة الكهربية. عندي المروحة بتتحول للطاقة الكهربية دي الحركة، تمام؟ عندي صور الطاقة الحركية زي عربية بتتحرك، بتاخد البنزين ده تحوله للحركة نتحرك بيها. طيب عندي الطاقة الحرارية، طبعا صور الطاقة الحرارية مش شرط بس اللي هي زي المدفأة مثلا اللي هي تسخن، لا ممكن زي التلاجة، ممكن بتبرد الحاجة، تمام؟ يبقى المدفأة، المكوة، التلاجة، التكييف. طيب الطاقة الصوتية، عندي الطاقة الصوتية اللي بيصدرها البيانو أو الراديو، التلفزيون، في أمثلة كتير جدا للطاقة الصوتية وهناخدها دلوقتي هنتكلم عليها بالتفصيل كمان شوية. طب الطاقة الكهربية، الطاقة الكهربية ده كمان موضوع الدرس اللي جاي، عندك الدرس اللي جاي اسمه الكهرباء وهناخد الكهرباء بالتفصيل، بس اللي عايزك تركز فيه دلوقتي الطاقة الكهربية دي أنا بنتجها منين؟ بنتجها من الخلايا الشمسية، حاجة اسمها الخلايا الشمسية، وحاجة اللي هي العمود الجاف أو البطارية، تمام؟ طب ايه الخلايا الشمسيه؟ الخلايا الشمسيه دي يا جماعه عباره عن حاجه كده زي الازاز بالظبط، بس هي مختلفه طبعا في التركيب، بتاخد ضوء الشمس بتحوله لكهرباء، تمام؟ طيب عندي الطاقه الكيميائيه. ايه الطاقه الكيميائيه دي؟ قال لك الطاقه الكيميائيه دي انت اخدتها في الدرس بتاع اهميه الضوء، ان لما تفتكر كده معايا، قال لك ان النبات بيقوم بعمليه بناء الضوء ويحول الطاقه الشمسيه لطاقه ايه؟ كيميائيه مختزنه في صوره ايه؟ غذاء، تمام؟ يبقى انت عرفت الطاقه الكيميائيه قبل كده. برضو انا ممكن الطاقه الكيميائيه دي العمود الجاف اللي هو البطاريه عباره عن حاجه كده اسمها تفاعلات كيميائيه بتتم بتطلع لي كهرباء، يبقى انا ممكن اقول الطاقه الكيميائيه دي مختزنه في صوره غذاء في النبات عن طريق عمليه البناء الضوئي، او ان انا ممكن اقول عليها مختزنه في العمود الجاف اللي هو البطاريه بتطلع لي كهرباء بعد كده. طب قلنا هنتكلم عن الصوت بالتفصيل، قال لك الصوت ده صوره من صور الطاقه بتصل للاذن فتسبب الايه؟ السمع. طب بينشا من ايه؟ يعني الصوت ده جه منين؟ قال لك من اهتزاز الاجسام. يعني انا دلوقتي هعمل كده اهو، انا كده بعمل ايه؟ بطرق على المنضده او الترابيزه اللي قدام مني دي. قال لك انا كده بعمل اهتزاز في 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 جزيئات او في تركيبها، تمام؟ الاهتزاز ده هو اللي طلع لي الصوت. حتى صوتي وانا بتكلم دلوقتي عباره عن ايه؟ لو حطيت ايدك كده عند الحنجره زي ما خدت في الجهاز التنفسي، وظيفه الحنجره يعني انت لو حطيت ايدك كده على الحنجره وجيت تتكلم هتحس بايه؟ باهتزاز كده، كان حاجه بتتهز. جرب كده هتلاقي كان في فعلا اهتزاز. الحنجره دي حتى صوتي طالع عباره عن ايه؟ اهتزاز في الاجسام سبب لي الصوت، تمام؟ طيب ده الصوت. طيب عندي بقى، هل ينفع احول من طاقه لطاقه اخرى؟ يعني انا مثلا عندي طاقه الوضع اقدر احركها الحركه احولها الحركه. ما انا لسه قايل، مش قلت لك في زنبرك لعب الاطفال، بمجرد ما املى الزنبرك خلاص واسيب السياره هلاقيها اتحولت لايه؟ لحركه، تمام كده؟ طيب
او الارجوحه بتاعت الملاهي. ارجوحه الملاهي دي برضو طاقه الوضع لطاقه حركه. طب ازاي؟ قال لك الارجوحه دي، هو دلوقتي مش الارجوحه كانت واقفه، انا زقتها في اتجاه معين، مثلا زقتها سنه، لقيت الارجوحه ايه عماله رايحه جاي رايحه جاي، خلاص دي كده تحويل من طاقه الوضع لطاقه الايه الحركه، طاقه حركيه الى طاقه صوتيه او حراريه او كهربيه، اقدر احولها لاي حاجه من الحاجات دي. طب صوتيه زي ايه؟ زي طرق شوك رنانه، تمام. طب اقدر احولها لطاقه حراريه ازاي؟ عن طريق دلك اليدين. انا وانا في الشتاء ممكن ادلك اليدين مع بعض كده، احس ان بحدوث حراره، الاقي حراره ناتجه. طب عندي الطاقه الحركيه، اقدر احولها لطاقه كهربيه؟ طبعا. هو الكهرباء اللي عندنا دي عباره عن ايه؟ عباره عن ان انا استخدمت جهاز اسمه الدينامو. الدينامو ده عباره عن ايه؟ قال لك جهاز بيحول الطاقه الحركيه لطاقه كهربيه، بستخدمه بقى سواء في سد او في الرياح، الرياح تحركني، تحركني زي مروحه، فكره مروحه كده كبيره جدا بتبقى متوصله بالدينامو. اول ما الرياح تحركها يتحول على طول الحركه دي لايه؟ للكهرباء. في افكار كتيره جدا هندرسها مع بعض ان شاء الله سنه خمسه، بس اللي انا عايزك تعرفه دلوقتي ان انا بحول الطاقه الحركيه للكهربيه في جهاز اسمه ايه؟ اسمه الدينامو، تمام؟ طب عندي الطاقه الكهربائيه، الكهربائيه دي اقدر احولها لحاجات كتيره جدا، ضوئيه، حركيه، صوتيه، حراريه، واغلبها حاجات عندي في البيت، زي الطاقه الضوئيه المصباح الكهربي، الطاقه الكهربائيه الحركيه زي موتور في مروحه، كهربائيه الصوتيه زي الراديو، كهربائيه الحراريه زي المدفاه او المكواه. طيب اخر حاجه عندي الطاقه الضوئيه، الطاقه الضوئيه دي نقدر احولها لايه؟ لكهربائيه، من ضوئيه لكهربائيه، في الخلايا الايه؟ الشمسيه زي ما احنا قايلين من شويه. طب الطاقه الضوئيه، اقدر احولها لحراريه. طب في ايه الطاقه الحراريه؟ في السخان الايه؟ الشمسي.